من حديث أم المؤمنين عائشة بطوله لا يتسع الوقت لذكره الآن. الشاهد أيها الأفاضل، يخطب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وأنا أختار هذه الرواية لأن سندها حسن، فيه روايات أخرى ضعيفة، ألا هي قوله مثلا: اذهبوا ما تظنون أني فاعل بكم، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. وفي رواية: والله لا أقول لكم إلا كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. كلها روايات ضعيفة، إنما أستدل برواية سندها حسن في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة أن الحبيب النبي وقف خطيبا في بيت الله الحرام في مكة زادها الله تشريفا يوم الفتح، وقال: أيها الناس، اسمع الكلام النبوي، أيها الناس، ألا إن أباكم، ألا إن ربكم واحد، وإنكم لآدم، وإن آدم من تراب، وإن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها، ألا إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها. فالناس رجلان، الله 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 الله، فالناس كل الناس، فالناس رجلان: رجل بر تقي كريم على الله، ورجل فاجر شقي هين على الله، ورجل فاجر شقي هين على الله. والناس بنو آدم، وآدم من تراب، قال الله عز وجل: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب أبدا. قال تعالى، اسمع اسمع وهختمه، قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال جل جلاله: قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. لا 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 أبدا، ولو كانوا من ذريتك يا إبراهيم، الظالم لا عهد له، لا ينال هذه المنقبة وهذا المقام. وإذ قال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال جل جلاله: قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، يعني وستجعل ذريتي أئمة للناس، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، لا ينال الإمامة إلا من حقق الإيمان واليقين، لا ينال الإمامة إلا من حقق الإمامة الإيمان واليقين وتحلى بالصبر، كما قال رب العالمين: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلنا منهم أئمة يهدون بآياتنا لما صبروا بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذا قال كما قال شيخي ابن القيم: إذا تزوج الصبر باليقين حصل بينهما ولادة الإمامة في الدين. قال ومن ذريته، قال لا ينال عهد الظالمين، بل وقال جل وعلا، اسمع للقرآن: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. هذا حكم اليهود وذاك حكم النصارى. وقال الله عز وجل: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. الله 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 الله، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. هل تدبرتم معي هذه الآية؟ بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وقال الله عز وجل: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بل وقال الله عز وجل لأمة محمد، خلي بالك أحسن تتصور أنا بتكلم عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى دون الأمة، لا،
ليس بين الله وبين أحد من خلقه ولو كان من أمة حبيبه المصطفى نسب إلا بتقواه جل علاه. قال الله سبحانه: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. هذا حكم ربنا تبارك وتعالى. بل لما قالت الأمة الصحابة: كيف نهزم في أحد وعدونا المشركون؟ نزل قول الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. وقال الله عز وجل محذرا للأمة: يا أيها الذين آمنوا. يا إلهي، نداء للمؤمنين لمن حققوا الإيمان: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هل سمعتم حكما أنصع ولا أوضح من هذا الحكم؟ قال الله جل وعلا: وإن تتولوا، وإن تتولوا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ما فيش مجاملات، فيه سنن في الكون لا تتغير ولا تتبدل ولا تحاب تلك السنن أحدا من الخلق بحال. فلا ينبغي على الإطلاق أن يظن الساميون، سواء كانوا من اليهود أو حتى من العرب أو من اليهود والعرب وغيرهما، أن على رأسهم ريشة أبدا، وأن لهم كرامة ومكانة ليست لكل البشر. لا تكون الكرامة لأي بشر إلا إن وحد رب البشر وآمن بسيد البشر وجميع إخوانه من النبيين والمرسلين، إلا إن امتثل الأمر واجتنب النهي وقف عند الحد. حتى الخيرية التي حكم الله بها لأمة سيد البرية إنما هي خيرية مشروطة، ليست خيرية مطلقة، ليست لذاتية الأمة ولا لعرق الأمة ولا لنسب الأمة، وإنما خيرية الأمة مستمدة من إيمان الأمة بالله وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فخيرية الأمة ليست ذاتية ولا عرقية ولا عصبية ولا لونية ولا عنصرية، إنما هي خيرية مستمدة من إيمان الأمة بربها جل وعلا وبنبيها صلى الله عليه وآله وسلم وبجميع إخوانه من النبيين والمرسلين، ومستمدة من أمر الأمة بالمعروف بمعروف ومن نهي الأمة عن المنكر بغير منكر. إذن لا نسب ولا كرامة لا للسامية ولا لغير السامية إلا بتقوى رب البرية سبحانه وتعالى، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده. أرجو الله عز وجل أن أكون قد وفقت في تجلية مفهوم العداء للسامية وفي مفهوم السامية لغة واصطلاحا وتأريخا، وأرجو الله أن أكون قد وفقت في بيان قيمة السامية وكرامة السامية وماهية السامية وحقيقة السامية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا، وأن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال. هذه كلمات أسجلها للتاريخ وللأجيال، وأرجو الله عز وجل أن ينفعني وأولادي وإخواني وبناتي بها، إنه ولي ذلك ومولاه. وأسأل الله أن يقر عيوننا جميعا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. وأقول بكل ثقة: فلئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج، وإن كنوز الغيب تخفي طلائعا حرة رغم المكائد تخرج، ولقد بدأت العجلة في الدوران بإذن الله ولن تتوقف. نعم، لقد انتقلت الأمة فعلا من مرحلة أزمة الوعي إلى مرحلة وعي الأزمة، ومرحلة الوعي لا زالت تحتاج إلى نضج، فضلا عن أن يتحول هذا الوعي الناضج إلى قول واعتقاد وعمل. فما هدم في سنوات يحتاج إلى سنوات مضاعفة للبناء. فهيا كن واحدا من هؤلاء الذين يضعون لبنة في صرح الأمة الشامخ وفي صرح الإسلام العظيم بقولك